تحياتنا، شكرا. وين ما كنتم في كامل تراب الجمهورية، بعد شوية كي العادة في عينك على الإدارة نحكيو سكر اليوم مع ضياء ديال الكريفي، وإن شاء الله فما سكر، فما سكر نسبو غطاس ديال الكريفي مازال إن شاء الله. خالد كرونا عنده سكر، أنت محتكر السكر. تحياتي ومرحبا. تحياتي، لكن السكر مازال ما نزعوا نادرة شوية. أنتو كان مضر بالصحة ما تكثروش من السكر مع وقت المولد. وينو سكر وزارة التجارة تجاوب ضياء الدين الكريفي بعد شوية في عينك على الإدارة. ضيفنا اليوم في ساعتنا الثانية رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 جويلية عبد الرزاق خلولي، رئيس الجمهورية بالبنت العريض تحدث وأوصى الولايات بالحفاظ على وحدة الدولة التونسية اللي يعتبره واجب مقدس وضرورة الحفاظ على واجب التحفظ. جدل متواصل، الجدل حول هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية راجعين عليه بالبنت العريض، ومنيش باش نبعدوا بما أننا نحكي وما نخرجوش على دارنا كمان. الجدل البارح على تقرير نستدعكم تسمعوهم بعد التقرير ولكم سديد النظر. هذه موضوعنا اليوم بالبنت العريض. تحياتي لكامل الفريق العامل معنا كالعادة، سامي العرفاوي، رفيق دريدي، ذي أدين الكريفي، هذا من الأساس عرس متاع استوديو الوطنية، ألفة بشير في الإخراج، حميد المرغي في التنسيق، زاهر ودالي أمنون اللايف ستريمينج. تحياتي لكم، مرحبا. البداية كالعادة إيديتو خالد كرونا. ليديتو. العودة المدرسية وفخاخ التخفيف. قال شاعر تونس الراحل صغير ولد أحمد: إذا كنت شعبا عظيما صوت لنفسك في اللحظة الحاسمة. وعلى قوله نقيس: إذا كنت شعبا صبورا فكر باللحظة الآتية. لا تأبه كثيرا إلى غضبة الأمس أمام وزارة التربية، فلا شيء يوحي بأن أمرا جليلا قد يقع. حدث نفسك بأن المربين ما يزالون يكتمون في صدورهم خيبات السنين وأوجاع المخذولين. غضبهم ما زال يعتمد في دواخلهم، بيد أنهم يدركون أن توظيفهم بات في خبر كان. ما زالوا ينظرون بأسا إلى مدارس أنفق العمر يسقونها نور الأحداق، وما برحوا يبصرون بمعمار التعليم يترنح بعد أن عصفت به رياح الإهمال وأعرضت عنه خلال سنوات العجف في أيدي الإصلاح وجهود التجديد. والمربون ما فتئوا يتفقدون جيوبهم الخاوية وفي الحلق غصة، ولكنهم يدركون تماما أن كفاحهم من أجل تحسين أوضاعهم لا يصنع في أقبية المساومات وزبونية خذوهات بعدما انكشف المستور وظن خفاؤه مدى الدهور. والمربون لا يحبون استعجال التاريخ ويمقتون أن يكونوا أحصنة في مضمار لم يختاروه. صحيح أن مطالبهم محقة تماما، وصحيح أيضا أنهم جديرون أن يكونوا على رأس أولويات الإصلاح، لأن دورهم يتخطى إشغال أوقات في مراكز عملهم إلى تشييد لحظة وطنية مغايرة عبر الإسهام في صناعة عقول سيكون عليها التعاطي مع فتوحات الرقمنة الجديدة ومجاهل الذكاء الاصطناعي. سيغامرون لأنهم يخوضون معارك تقليدية بوسائل بدائية، ولكنهم لا يركبون حافلات تستقدمهم إلى الحاضرة ليغضبوا لزيد أو لعمر. هم بحاجة فعلا أن يغضبوا للمدرسة وللأجيال ولأنفسهم ولمكانتهم ولحقوقهم المهدورة، بيد أنهم لن يتركوا لمن خذلهم أمس فرصة ركوب ظهورهم مجددا. لكن رسم خرائط المستقبل يحتاج رصانة لا نراها في إعلان تخفيف برامج الرياضيات بمنشور يختمه الوزير يوم 10 سبتمبر، ثم العودة عنه بعد يوم فقط، وفق ما ذكرت أمس وكالة تونس إفريقيا للأنباء وفي بلاغ وزارة التربية. فهل نخفف اليوم لنتخفف غدا من التخفيف؟ يعزز ما حصل القناعة بأن الارتباك ما يزال يسم اللحظة الحاضرة، إذ لا يقبل بأي وجه من الوجوه أن يوجه منشور رسمي إلى مندوبي التربية ومديري الإعداديات والثانويات ومتفقدي مادة الرياضيات ومدرسيها، وأن يتولى إيضاح ما ينبغي الاستغناء عنه ضمن جداول تفصيلية، وأن يتم النقص عن ذلك بمجرد بلاغ في وكالة الأنباء أو على صفحة الوزارة. وهذا يؤكد أيضا أن إعادة النظر في المناهج ليس شأنا تقنيا هينا، إنه بالأساس إجابة عن سؤال: ما الذي نريده من المدرسة؟ ضف إلى ذلك أن المواد متشابكة متكاملة، وهو ما يحتم أن تتسم النظرة التجريدية بالشمول، وهو ما لا يمكن فعليا أن يتحقق
دون جهود رصينة على غير عجلة وضمن رؤية كاملة للمدرسة التي نريدها غدا للأبناء ولتونس، مدرسة التنوير العصرية. وما نقوله عما ينبغي أن يكون في الوزارات ينسحب أيضا عما سيكون مطلوبا من الولاد بعد أدائهم أمس القسم، لأن روح المبادرة مطلوبة والحماس في معالجة الأحوال المعطوبة لا ينبغي أن يكون مرتجلا. نحتاج السرعة لا التسرع، ونحتاج أكثر التبصر لطمر الكآبة التي طافت أرياف هذا الوطن ومدنه. يمكنك فقط أن تشخص إلى السماء مبتهلا أن يحفظ أرضك من كل بلاء، وأن يكبت الأعداء، وأن يعم الغيث والنماء، وليس عليك غير أن تربي الأمل كما قال ابن حورية، وأن تقول مع سعد الله والنوس: نحن محكومون بالأمل. إديتو خالد كرونة نجمو تلقوها على صفحتنا، الصفحة الوطنية الإذاعة الوطنية، وأيضا صفحة البرنامج استوديو الوطنية العودة المدرسية وفخاخ التخفيف. سينو بين وزارة التربية كان واضح البارح خالد كرونة ما فهميش لا باش نقصوا في الرياضيات ولا غيره، من أين لكم بعد أن أصدروا مرسوم منشورا قبل يوم؟ يعني حكاية غريبة، يعني حكاية غريبة، لأنه سمحني البارح احنا في البلاطو تناولنا مسألة العلم. نعم. أن نشوف هذه أخطر من مسألة العلم، يعني لأنها ما مش حادث معزول في 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 إدارة، هذا قرار يهم مئات الآلاف من 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 من, من الشبان المتعلمين. ما نحبش ندخل أنا في نظرية في تحليلات وفي نظرية المؤامرة ومن دفع إلى ذلك ومن دفع إلى ذلك، لكن هذا يحتاج إلى توضيحات. في انتظار التوضيحات توت سويت بالبنت العريض. البنت العريض، ذكركم موضوعنا بعد شوية في عينك على الإدارة، موضوع السكر وقتش بش يتوفر بالكمية الأزمة شيء ما جيش، تفاصيل جاوبنا عليها بعد شوية. ديوان التجارة مع ذي الدين الكريفي، مرحبا بك رفيق دريدي. أهلا، مرحبا زينة، مرحبا بكل المستمعين، مرحبا سي خالد، مرحبا أنيس. باش نبدأ زينة بتقرير كانت تنشر على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، كان ومازال على صفحة رسمية ومازال كيف بتبيع، هو في شكل ورقة انتخابية، وذا يجي في إطار مجهودات الحقيقة قسم الأخبار في الإذاعة الوطنية وفي إذاعة الشباب مشكورين اللي هم يقدموا في صحافة تفسيرية للمواطن التونسي قبل هذه المحطة الانتخابية، باش يكون على دراية بمختلف جوانبها القانونية والتشريعية والتنظيمية والترتيبية. فالبارح رينا برشة تعليقات على صفحة الإذاعة الوطنية في علاقة بالتقرير هذايا، خلينا نسمع مجهود كان على صفحة الإذاعة تونس تحامل نوعا ما وهجمة نرجع عليه بعد. سمعنا رفيق، نسمع خلي العباد اللي ما سمعتش والناس اللي تسمع فينا تو يفهموا على شنو نحكي ويحكموا على التقرير. زاد أجواء انتخابات تعيش على واقع تونس، انتخابات أجواء انتخابات تعيش على واقع تونس، المصير والمصار، انتخابات تحفظ حق التونسي في تقرير المصير والمصار، كنا أيضا تضع مسؤولية جسيمة في تحديد الاختيار وفي شكل لحظات من زمن ليس بعيد. إن كانت تونس تعيش في قلب الشعب في مؤسسات عاصفة سياسية عاتية أو في ثقة الشعب في مؤسسات، تركت البلاد في دوامة من الفوضى والصراعات، مصاغ مستقبل الوطن، تحولت الجلسات إلى مسرح الصراع، تشذبات حادة قبة البرلمان حيث كان من المفترض أن يصاغ مستقبل الوطن، تحولت الجلسات إلى مسرح الصراع، تشذبات حادة وصراعات بلا هوادة بين الرئاسة والحكومات المتتالية والبرلمان، أبعدت السياسة عن جوهرها وغرقت البلاد في شلل مؤسساتي تام. كان صوت الشعب يقوم من أي وقت مضى في 25 من جولاي، حيث كان يفترض أن تحترم الديمقراطية سادة الفوضى وعامة الفوضى حتى في دواليب الدولة، فوضى عارمة ومشاهد فضيحة في تاريخ شعب بلغت حد. ونذكر مازال ما تنحاش بكل، ومش باش تنحى، موجود على صفحة الإذاعة الوطنية للإلوستراسيون الفيديو وتصاور وكل لايف ستريمينغ عديناهم لكم وتنجموا تلقاوه. تقرير كما قلنا زينة هم في إطار ورقات انتخابية استعرض مختلف المحطات السياسية اللي مرت بها تونس حتى قبل 25 جويلية 2021، رجع حتى على الاختيالات السياسية اللي عاشتها البلاد والأزمة السياسية اللي صارت في سنة 2013. تقرير كان في شكل مخطط زمني رجع على بالترتيب الزمني، بالضبط زينة. الحقيقة رينا تحامل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي من طرف عدد مصحفيين، ونذكره هوني زينة بميثاق الشرف الصحفي اللي هو موجود وراء في قفاء انخراط نقابة الصحفيين،
كونه الصحافي يلتزم بالدفاع عن حرية الصحافة ويمتنع عن الممارسات التي من شأنها أن تتسبب في مشاكل مهنية لزملائه أو أن تكون سببا في حرمانهم من ممارسة العمل الصحفي. هذا مش حتى مشاكل مهنية اللي كل مات. صحافي يوقع على ميثاق شرف قبل ما يخل انخراط متاعه. كيف هبط الفيديو اللي ذكرت تلقاه على صفحتنا الإذاعة الوطنية موجود ما فيهش الاسم وما نعرفوش شكون، حتى نحن اللي نخدموا فينا شكون ما يعرف شكون خدمه معناه. فجأة تلقى الاسم، قبل ما نرجع معك على تقرير مهني أنيس بوغطاس لبس لك الكاسكات نتاع المحامي وقول لي كان نمشي نسهر برفيق دريدي اللي الناس ما عرفتوش شكون، سجل صورة وكهو صوت وخدم خدمتك وتحية الصورة والصوت والإلقاء رائع جدا للأمانة. نمشي نخرج اسم ولا نكتب والله يا رفيق دريدي هذا وجبه جريمة ويعاقب عليها. معناها اللي يقولوا ينجم شكون من من اي عبد من محسوب على اللي محسوب، مانيش باش ندخل في التفاصيل، يعتديوا عليه يضربوه خارج من خدمته من داره. ما هذا عليه وصلنا لهك عليه الله غالب المصالح الضيقة وإرادة البروز والبروباغندا تفعل في في الشخص أكثر ما يفعل العدو في نفسه. معناتها ما هوش عادي إلا قاعد يصير التجييش على معناتها على الأقل. والله كان جيت من عبيد معينة نقول لك، أما معناتها في بعضهم معناتها الزملاء بصراحة، وحتى هو التحامل هو المقصود به الإذاعة في حد ذاتها الإذاعة الوطنية وتسميت وهذا مكتوب الإذاعة الوطنية إذاعة تمس الكل، هي إذاعة عمومية هذاك خطها تحريري واضح، الإذاعة اللي يحب ولا يكره تبقى الإذاعة الأولى في تونس بارك. وتبقى الإذاعة اللي أكثر حيات واللي معناتها ما فيها حتى أي إشكال. موضوع هذا هو وراه من معناتها الأكيد أنه وراه سبب واضح انتخابي وحسابات ضيقة ومعناتها دزين من هوني ومن غادي، وواضح أنه اللي قاعد يصير توا الكل يخدم في مصلحة معينة اللي هي التشهير والتشويه ومعناتها تعكير الأجواء قبيل الانتخابات. هذا نتصور العبيد اللي معناتها قاعدة تسمع وقاعدة تتفرج ما هوش مش يخفى عليهم. احنا تونس تعديت بعديد الازمات وبعديد الاشكاليات اللي تفطن لها الشعب وتفطن لها على الاقل شريحة كبيرة من الشعب، وتعرفوا كونه الاستياد في الماء العكر ولا مفضوح. اليوم في تونس اليوم الشاب صحفي يعمل تقرير ما عنده حتى علاقة بأي حتى أي شو موضوع. الكلمة اللي اتقالت ربما وسمحوني في الكلمة فيها تطبيل ولا فيرينة ولا اللي هو الكلام اللي قاعد هو يتقال هو اللي فهمته أنا اللي فهمته معارضي 25 جويلية مقلقهم الموضوع هذي خاطر يعتقدوا انه شنو اللي قال هذا تاريخ واقع عشناه اي يقلق اخي هم ما يحبوش يرجعوا له التاريخ الافضل اللي في صور حتى للاغتيالات اللي صارت في 2013 خذينا صور من البرلمان ونرجع مع كرفيق معايا وانت زيد انيس بوغطاس خدمنا مع بعضنا في شمس افهم كانوا جاونا ضيوف قبل صحيح اللي حاورتهم انا ولا حاوروهم زملاء اخرين من المعارض كان مطلب حل البرلمان وتفعيل الفصل 80 والاسماء موجوده والفيديوهات موجوده ورينا حتى البيانات زينا اللي هبطت نهار 25 ورينا شكون هبط في الشارع نهار 25 هبط في الشارع نهار 25 سيبوا هذيك كل وتاريخ هذا واقع وتعاش فيه عليه معاه ضد يناقش كل واحد رايه ومانيش الناس كل على فرد راي فما عقيد اختلاف طمعت بعد 25 جويلية انها تتموقع طمعت انها تنزع الجبه القديمه تتموقع في النظام السياسي اللي جاء بعد 25 جويلية. لكن هيهات تموقع يلزموا ناس صادقة وناس ما دخلتش في الخوذو هات القديم اللي وصل البلاد للوضع سياسي متأزم. اليوم كيف القاور واحد من برا مش يعمل لك مش يحاربك ومش يردك غالط ومش يردك بيك وعليك. اليوم انا اتصور وكونه اللي قاعد يصير ولا مش يصير راهو مش مشتوفه الحكايه راهو الحكايه ما عمرها ما مشتوفه مادام موجودين مادام مش يقعدوا في كل مره اي حاجه يبنيوا عليها في الخايب. اليوم الوضعيه اللي احنا وصلنا لها بتقرير صحفي ما عنده حتى علاقه بحتى شيء، لا قاعد يخدم في مصلحه مرشح معين ولا قاعد معناتها يدعو الى انتخاب مرشح معين. هذا حكايه على واقعات او وقائع حصلت معناتها في تونس وحتى حد ما ينكرها. هذا استعرض وقائع حصلت
والله لا احنا ولا في قدرتي قعدنا نسمع فيه ونعاودوا وكل واحد فينا سمع ابار في وحلينا قبيله وحاطين ورفيق خزولي وانا خزولي يقول يا اخي وين المشكل شنو اللي ما خدمنا تقارير حتى نحن كنا في الاذاعات الخاصه وخدمنا تقارير ومتى يا رفيق مش خدمت كيف وما اكثر خدمت ورقه انتخابيه حول التدخل القضاء في الشان الانتخابي ومشكورين الحقيقه كل زملائي لانه كما قلنا هذا يدخل في واجب الصحفي في انه يفسر ويبسط المعلومه وهو استعرض الوقائع كما صارت و قال كونه تمت الاستجابة لمطالب الناس اللي خرجت نهار 25 جويلية 2021 وطالبت بحل البرلمان اللي هو هذا هو اللي صار والتقرير الدائغ ما يبعدش برش والناس صبحت سامحني زينة قدام البرلمان في الليلة هذيك حتى يكشي الاسباح بكري وكانوا فما حاجة أخرى سي رفيق بربي نقطة بسيطة ونعطي لسي خالد الكلمة زادة فما جانب أنا نعتقد وكونه الإذاعة الوطنية والمرفق العمومي معناتها في خصوص الإذاعة والتلفزة التونسية قاعدة تتضرب في ما فماش برامج في ما فما حد شيء جديد وكذا من جهة معينة. اليوم الإذاعة الوطنية خذت معناتها منحة آخر وبدأت مثالش أنقد وبدأت تعطي في 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 معناتها في إعلام معناتها يلزم يكون موجود وتنافسي. في أول معناتها جمعة جي تقرير تولي الإذاعة بها وعليها معناتها هذايا راهو هذا فيه برشا حاجات راهو معناتها عنا مرحلة انتخابية الإذاعة الوطنية قاعدة تعطي في برامج ممتازة جدا وقاعدة تسمع وقاعدة تقدم وقاعدة معناتها العبيد تسمع فيها وقاعدة توعي في العبيد. اليوم في أول معناتها مناسبة يلقاو فرصة باش يحاولوا يضربوا الإذاعة الوطنية وفما حتى من زملاء اللي قاعدين ينتقدوا اليوم يخدموا في مؤسسات عالمية تقريبا ما قدموا حتى منتوج صحفي في صحافة تفسيرية تفسر بالضبط هالانتخابات الرئاسية هذه شنو الأطوار نتاعها وشكون الأطراف اللي تنظمها واللي تتدخل فيها. ملا رفيق وحيك وحيك رفيق هذا شو حابين نوصله قبل ما نعطيك الكلمة شنو نفعل أذين خالد كرونا ولكن فيما تبقى الثواني اللي ما زلت راو الكلنا كنا احنا في البرنامج هوني معارضين للنقد نجموا يتفقوا معنا ويختلفوا مش مطالبين أصلا يتفقوا معنا حقهم الاختلاف كما احنا كنا نتفرجوا ننقدوا ما فما سوي دو توليرانس ترجموها لي ما لقيتش اضرب الرأي برأس تبين ولا كبر فما 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 خط فما سوي دو توليرانس راهو ما يلزمناش الكلنا معارضين للنقد والكل كل واحد قبل تكون شخصية عامة كائن من يكون صحافي مش صحافي اللي هو سياسي الناس كل من أعلى هرم للسلطة ونحن ماشيين الناس كل تتنقد المؤسسات الإعلامية تتنقد ما حد ما على راسه ريش ولكن انقد في العمق فما حاجة والله لو كان فيه أنا واحدة من الناس ما ناخوش الريسك باش ندافع على تقرير في خلل سرد لوقائع والله كان فيه أي خلل سرد لوقائع ما مانيش مطالبة ناخذ تقرير حتى كلمة مش في بلاصتها أصلا تقرير راجعين خالد كرونا لديك أقوال أخرى حول كل ما يقال مع ضد نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر بتوقيت تونس وراجعين بالبنت العريض. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. بالبنت العريض رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر بتوقيت تونس. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين بالبنت العريض. قبل أذان الظهر كنا نحكي وخالد كرونا وسألتك هل تتفق مع الكلام اللي كان يقول فيه رفيق الدريدي وأنيس بوغطاس في علاقة بالهجمة اللي صايرة على التقرير واحد من زملائنا اليوم بالإذاعة التونسية. ثم مثل يقول رضاء الناس غاية لا تدركوا. صح. واللي باش يتصدى للوظيفة الإعلامية وانتي تعرفي والزملاء كل يعرفوا الوظيفة الصحفي ولا الإعلامي ولا النشط في المجال هذا مهما كان الموقع اللي هو فيه يلزمه يعرف اللي ما ثم حتى إمكانية أنه هو يحظى بإجماع اللي يشاهدوا فيه ولا اللي يسمعوا فيه. هذه خلينا نبدأ بهذه. لكن شنو اللي المقاييس خلينا نفكروا فيها الناس اللي جزء منهم ناس من المتلقين والمتقبلين وهذا من حقهم وجزء من اللي يفترض أنهم يكونوا عندهم مسؤولية أخلاقية قبل ما يوجهوا النقد ما حتى حد فوق النقد. صحيح. اللي هي اسمها الضوابط المهنية، اللي هي اسمها أخلاق المهنة، اللي هي اسمها الحرفية. وقت اللي نشوفه احنا الحكاية مربوطة وخلينا نقولها الحكاية ماهيش ثم فلان باش ينتصب أستاذ يقري في العباد الأخرين في, 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 في الأخلاق المهنية ولا في الضوابط بتاع الحيادية، ثم طرح سياسي خلينا نقولوه بالفم والملاء. القضية فاش كي تجي انت تحكي على ما سميته انا زمان كتبت وقتها مقال عنوانه منعطف 25 جويلية، كان منعطفا موضوعيا تحب ولا تكره انت معاه انت ضده كن من شئت، هذا ما منعطف سياسي وقع في البلاد. اكثر متضرر من هذا من ذاك المنعطف اللي هو رئيس البرلمان السابق عمل تصريح في اذاعة خاصة قال هذه حركة تصحيحية. هذا حاجة للتاريخ لو يلزمها تقعد الصحفيين يعرفوها الحكاية هذه. به هو غلط ولا صحيح ولا يظنهم فيها حركة تصحيحية من بعد طلعت حركة مش تصحيحية هيك حكايته هو، مش مشكلتي أنا باش نجاوب على الموضوع هذايا. اليوم الهجوم اللي صار على الفيديو هذايا هو نتج على أمرين، إما أو نتج على جهتين. جهة تمثل منظومة 24 المنتهية صلاحيتها، وجهة ثانية من الذين يلبسون العباءة الديمقراطية والعباءة الحقوقية جدا جدا ويعتبروا اللي التقرير هذا هو تقرير ضمنيا يخدم حملة انتخابية للرئيس سعيد. يعني اللي يزمنا نفرقوا ما بين حتى الهجومات يعني التهجم اللي صار على على الفيديو عنده زوز خلفيات متبينين، ولكن في جوهر الموضوع خلينا نذكره بالقضية الأساسية. احنا أما خير في بلاد ولنفرض للتقرير هذايا فيه ديريف صغيرة في حاجة، لنفرض قلت أنا ما عندي السلطة باش نقدر يا أخي المادة الإعلامية اللي تقدم في بلادنا في التلفزات وفي الإذاعات كلها مادة تراعي في الضوابط المهنية بالضبط، ما هيش ما احنا نعرفه جيدا اللي الكثير منها يتباع ويتشرى وفق مصالح معينة. مش الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لا لا فيها وعليها قلت البعض لا لا أنا البعض لا يناقش التعميم في الفكر الكل منش نعمل قاعد نعقب على كلامك فكرتك صحيحة واللي تقول فيه صار ومع الأسف فيه وعليه وفما حتى ورينا في استحقاق انتخابي سابق فضائية كاملة تشتغل المرشح أشهر طويلة. يا أخي طوى احنا نعيش في تونس ولا جينا من المريخ. اللي قلق خالد كرونا اليوم انك تشهر باسم
شخص يخدم طول عمره صوت اوف في الراديو كهو. اي هذاك علاش هناك هذاك جاوب عليها هيك. دخلنا وقتها في جانب تقني قانوني هو المعني بالامر جريب. اللي كان يحس روحه متضرر يحب يدافع على حقوقه. اما اخلاقي ما يصيرش بالطبيعه بغض النظر على الجانب القانوني. هذه مسألة ما نجموش نختلفوا عليها. ما نجموش لأنه هو كان يحب يحط اسمه ولا يحط توقيع ولا وحطه. هو ما حطوش ما تجبدوش. هذه مسألة هذه أنا نحكي على التعليق راه مش فقط اللي جات من الصحفيين. نحكي حتى على التعليق اللي جات من المتقبلين لأنه لازم نفهموا الصحفيين وقت اللي هم يشيروا الحرب على برنامج معين. أطراف راهو باش يستنفروا نص بيان سور. أنا كنت نحكي في الناس اللي هم عندهم علاقة بمنظومة 24. كان فما برشا ديفو فيلم فما أطراف بوجوهها مكشوفة على التقرير. فوالا دونك المهم ماذا بينا مادام الترمومتر السياسي ماشي باش يسخن تو ماذا بينا قال الآخر أوصي نفسي وإياكم نوصي وروحنا الناس الكل كل المشتغلين في الحق الإعلامي وكل الناس اللي يكتبوا وكل الناس اللي يتكلموا في الميكروفونات وفي التلفزيونات فما حاجة مهلا ورفقا بالمستمعين ورفقا بالمتلقين وشوية احترام للمهنة باش نخليه الناس يحترموا البلاتوهات ويحترموا الإعلاميين. ما هو زينة ما يقال من المعارضة ومن ما واليهم اللي يعتقدوا أنه الإذاعة الوطنية هي مصدح رئيس الجمهورية. إحنا على الأقل أنا أعبر على نفسي معناتها في هذا الواحد رانا إحنا جايين في برنامج تحليلي مش نحلو بكل تجرد وبكل معناتها اتزان ودون أي معناتها خدمة لأي مصلحة لأي شخص. وهذا معناتها إحنا على الأقل باش العباد اللي تجي تسمع تقول لك ياه جاء في الإذاعة الوطنية أو في أي مرفق عمومي معناتها يخدم مش ثم خط تحريري كل مؤسسة عندها خط تحريري تلبس كسوة خط التحريري وتلتزم بيه معناتها صيد في الماء العكر. وهذا راه نحكي لك فيه عليه خط مربوط بالفيديو هذا راه معناتها توا تشعلش يديك شمع ديما مش نكونوا فما أخطاء ومش يركبوا عليها ويحبوا يعملوا البروباغندا نفس الممارسات اللي صارت قبل 24 جويلية قاعدة تكرر بطريقة ركيكة. يودي أنا أدعوهم من ألفهم إلى يائهم غيروا شوية يفقت بيكم العبيد ما عادش نجموا تعديوا حتى لحظة أصلا غيروا ما عادش معناتها هذا أبسط إنسان بسيط تحت حيط يسمعهم يقول هذوما ما تغيروش راه من اللي بداو التوا نفس الكلام نفس الصيد في الماء العكر نفس الحكايات يجيوك معناتها يا خويا تغيروا ما يصيرش احنا خلينا نتغيروا معاكم وهات نغيروا في بعضنا. حضر روحك يا نيس بغطاس الهجمه القادمه عليك. مرحبا بي انا متعود انا صرت علي هجمات مرحبا انا على الاقل انا احكي بصدق انا احكي بصدق ليهم ولغيرهم رفيقك باش يدخل ميدان قريبا مع العلم. مرحبا بك مرحبا معناها في تلقي السهام تقصدي طبعا تبشر كبل ويلي والثبور باجيتو باجيتو لا نحكي لا بالحق ممارسات بالية بالية رفيق كل موضوع جد ويدرك تحكي في مواضيع الشأن العام والسياسة وغيره هذا طبيعي بشتكل على رفيق. أنا حتى كنقدم نشرة أخبار نشرة أخبار نلقى تعليقات تحت الفيديو في الفيسبوك تعليقات معناها ماشي في اتجاه في تعليقات ما غيرك غيرك واقف قدام كل جمعة عاجل القبض على زينزين قضايا كلها بسوالي وانا نفضل صيف. مع العلم زينة كانوا فما مادة تدرس في معهد الصحافة هي مادة تخليقيات المهنة اللي هي تقتضي أسلوب معين في التعامل مع الأعمال اللي يقوموا بها زملاء. فما طريقة معينة حتى إذا كان انت فيسبوك. حتى إذا كان انت عندك نقد تحب توجهه لعندك موقف آخر ففما طريقه في التعامل مع الحاجات هذه يعني باسلوب كما هكا وحمله تشهير كامله على فيسبوك. فانه يعني نجي في النقد احنا تو كنا ننتقدوا في وزاره التربيه كلها وفي قرار شنو المشكله يعني معناها المشكله مش في النقد المشكله في شنو الخطاب اللي تقدم. نكمل مازلت عندنا برشا مواضيع نواصل رفيق دريج نواصلوا زينا في ثاني مواضيعنا اليوم في بلبنت العريض. البارح خرج قرار شرح الحقيقه ما ريناهش على صفحه رسميه للمحكمه الإدارية على فيسبوك قاعد يدور كما قلنا على وسائل التواصل الاجتماعي يقضي بكونه في مطلب الشرح المحكمه الاداريه دعاه
استطاعت لقبول المطلب هذا وإعادة إدراج واحد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في السباق الرئاسي. وحسب تفسير مدير حملة المترشح هذا فأنه بالقرار الشرحي اللي خرجته المحكمة الإدارية تصبح هيئة الانتخابات ملزمة قانونيا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية الصادر في الإطار هذا. مريناش حتى تعليق رسمي كما قلنا حتى التوى من المحكمة الإدارية وحتى على صفحتها في فيسبوك، ما ريناش بلاغ في متابعة للجدل هم بعيد عن زينة. نذكروا فقط كونه الجلسة العامة المحكمة الإدارية في 27 و29 أوت اللي تعدى كانت تصدرت قرارات بقبول طعون ثلاثة مترشحين ويعادتهم للسباق الانتخابي، إلا أنه هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرارات هذه وأصدرت القائمة النهائية للمترشحين في أراضي رسمي للجمهورية التونسية. وهيئة الانتخابات قالت كونه ما اطلعتش على نصوص الأحكام لأنه ما تسلمتهاش في الأجال القانونية. اليوم نسبة غطاس نرجع محكم من زاوية قانونية، هل الجدل اللي ما حد يشوفه؟ هم يبدو أنه مش يشوفه الجدل. احنا قبل كل شيء أنا كرجل قانون أحترم كل الهياكل تاع الدولة طبعا، وكل مواطن أدعوه إلى احترام هياكل الدولة باعتبار أنه في عدم احترام هياكل الدولة ندخله في الفوضى. صح، مؤسسة الدولة خطأ. ما يصدر عن القضاء هو ملزم. ملزم كيفاش؟ جات المحكمة الإدارية خذت قرار في إرجاع ثلاثة مرشحين لكنها أخطأت خطأ إجرائيا فادحا اللي هو عدم معناتها إعلام الهيئة في الأجل القانونية. الأمر اللي ترتب عليه أنه الهيئة اعتبرت تلك الأحكام غير ملزمة. هما زوز هيئات وطنية حصلت هالواقعة هذه في حكم الشرح، في حكم لا مش في حكم الشرح، حكم الشرح صدر البارح هذايا ما زلنا ما وصلنالوش اصلا. انا نحكي لك توا كيفاش صارت من الاول الواقعه باش تفهم انت ما حصل من 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 معناتها نحكي ورانا بالتدرج معقول واضح. اللي الجدل اللي حصل سواء من بعض الهياكل اللي تابعه المحكمه الاداريه والساده قضاة الاداريين او من البيان الهيئه او من الساسيين او من الاعلاميين او كذا، مش معناتها حبوا يوصلونا الى حرب بين قوسين بين هيئه الانتخابات والمحكمه الاداريه، واللي هو ماهوش صحيح. ما فماش حرب، فما اختلاف وجهات النظر. البارح شي يصير البارح في خصوص المطلب الشرح اللي تم تمريره في بعض الصفحات واللي طلعت عليه، مطلب شرح ما عنده حتى قوه الزاميه للهيئه من زاوية قانونية. بالطبيعة الهيئة هي قد أعلنت على قائمة المترشحين، وهذا الشخص هو معني كذلك في الثلاثة اللي من المفروض تحكموا بالرجوع، وأعلنت الهيئة أنه ماهوش باش يرجع. معناتها أنت تعمل في قرار شرح ما ضاف حتى شيء قرار شرح. منطوق الحكم لون وقرار الشرح اللي صار البارح ما ضاف حتى شيء. هذا كل حول تنفيذ المسود، ما فما حتى شيء ضاف، والقائمة انتهى أمرها، أعلن رسميا على المترشحين ونشرت في الرايد الرسمي ضمن ثلاثة مترشحين. وبالتالي من هذا أنا نعتبره أنه ما عنده حتى قيمة قانونية، ومش بيصير حتى جدل، ومش تبدل حتى شيء، وما فما حتى حاجة. خاطر ما طالب الشرح يا زينة راي ما طالب، معناتها ما عندهش قوة إلزامية. جدل عقيم هذا مفروغ منه في منطوق الحكم أو في حكم معين حيثية أو منطوق الحكم غير معناتها واضح بطريقة جالية، نطلب الشرح ذلك من المحكمة اللي أصدرته ويتم الشرح، لكنها ما يترتبش عليه أثار قانونية. وبالتالي اليوم تقول عنا ثلاثة متسابقين في سباق انتخابات الرئاسية، ما تبدل حتى شيء، ما تبدل حتى شيء. تبدأ الحملة الانتخابية 14 سبتمبر، وبديت اليوم الحملة الانتخابية في الخارج وتبدأ في تونس. احنا نحكيه على الداخل دوك اليوم عندكم اخر نهار تنجم تعبروا فيه مبدئيا على الحملة الرئاسية بعد تلتزم. هو من يوم اعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة المترشحين يعني دقيقتين بعد الاعلان على القائمة في هذا المكان بالذات، أتذكر أني قلت أن هذا الأمر سوف يسيل حبرا لا نعرف متى ينتهي. والجدل اللي كان يحكي عليه أنيس هو جدل، جزء من الجدل القانوني.
يعني واجهته قانونية وجسده سياسي. خلي باش ناس يفهموا خاطر ناس شافوا ورقة تدور على فيسبوك ماهيش موجودة على موقع المحكمة وصلت للناس كلها، لكن شنو الموضوع نتاعها؟ مطر احد المترشحين ومادام هو مذكور اسمه في الوثيقه نجم نذكروه اللي هو سيسي المكي، قدم طلب للمحكمه مؤرخ ب 5 سبتمبر يسموه مطلب في شرح منطوق قرار اللي صدر نهار 27 اوت. جاوبته المحكمه بعد 4 ايام، المطلب في 5 سبتمبر، جاوبته في 9 سبتمبر. الاجابه هي في هي صيغه قانونيه، يعني هي فسرت منطق الحكم من وجهة نظرها، ما تنجمش المحكمة تتناقض مع اللي قالته قبل، لكن هذا ما يرتبش حاجات على علاقتها بالهيئة. لكن القضية ربما اللي احنا لازم نخمو فيها كتوانسة، انا مانيش من اهل القانون مش ندخل في نقاش قانوني لا يفتى ومالكم في المدينة، اما اللي يهمني هو انه ثم عشرات القرارات اللي اصدرتها المحكمة الإدارية بقطع النظر عن الاستحقاقات الانتخابية ولم تنفذ في التاريخ حتى ضد إدارات أخرى كثيرة. إيش معناها؟ معناها ثم فراغ قانوني تشريعي أظن أنه في وقت من الأوقات كان متعمدا، أقول في وقت من الأوقات من هذا فيما فات كان متعمدا ليترك المجال دائما للإدارة كي تناور وكي تضرب عرض الحائط بقرارات المحكمة الإدارية. اليوم وقت اللي احنا نتحدث على لحظة تشريعية جديدة ونحب نخلق ملائمة بين حاجيات المجتمع التطورية وبين التشريعات القانونية، يلزم الحكاية هذه توفى باش ما عادش تتكرر المواضيع اللي كيما هذه، يلزم محكمة عندها آليات تنفذ بها قرارها. وقتها تولي الأمور واضحة، ما عادش تجي المحكمة الإدارية تقول والله الهيئة تمردت عليا، ولا تجي الهيئة تقول والله المحكمة عاملة خطأ إجرائي. هنا الجدل حول الأجيال في حد ذاته، الأجيال اللي تقول الهيئة مرت من غير ما نتواصلوا بالأحكام رغم قيامها من نهار الجمعة الفارط بلفت نظر المحكمة كتابي. أنا ما نجمش نناقش في الأمور القانونية، ما نسمحش لروحي باش عبارة باش نناقش في الفيزيك نوكليير مش مجالي. أما نحب نكون صريح في حاجة، إي سياسيا اللي مش قاعد يتقال في صالح في من المتضرر الأول مما يجري هذا التجاذب اليوم ما بين الهيئة وما بين ثم زوز متضررين، العملية الانتخابية برمتها متضررة وصورتنا معناها البرة متضررة وصورتنا الداخل متضررة، العملية الانتخابية متضررة متضررة من أنها شوف العملية الانتخابية مثل كأس الماء الصافي ينبغي ألا يكون فيها أي شيء يكدرها به، والمتضرر الثاني وهذا من عبث الأقدار المتضرر الثاني هو المترشح الأبرز. اللي هو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، على خاطر المترشحين الأخرين ما عندهمش ضرر في هذا، ما صار لهمش ضرر، يعني الغريب في الأمر منتهية ولا بزيل مش خلينا نحسبه بس يعني لا المنتهية ولايته تعبير منها يقصد المترشح لدورة ثانية بزيل سنهار 6 أكتوبر مسألة قانونية هذاك المترشح معناها المنتهية ولايته مازلت المولداتو في 6 أكتوبر يا سيدتي رانا ما قلنلوش روح اليوم أنا دوري الناس سبوني اختار لا لا مصطلح مستخدم فما حاجة مهمة نسكر القوس ونواصل أنا أحترم هذا عنده القانون أنا خطيني القانون والله شيء أنا أحترم نفسي أنا أحترم نفسي وأتحفظ على الخوض في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية باعتبار أننا أنا مش مطلع وماك تعرف يا زينة كي تبدأ ماكش مطلع ما تنجمش صح. تفتي صح. أنا حتى كيف حكيت من منطق ظاهري هذا اللي متوفر للناس الكل أنه فما مشكلة متاع أجيال عركة متاع أجيال مش متاع محتوى أو متاع نفوذ ذلك الحكم من عدمه الأجيال معناتها وأنا نعتقد أنه الجدال اللي يحصل راهو يا سي خالد مش تضرت منه العملية الانتخابية بالعكس استعملته بعض العباد وبعض الجهات لتأجيج الأوضاع ولتأجيج العملية الانتخابية ولترذيلها سمح لسرك أنت كقانوني أنت أعلم مني بالقانون ماذا يحدث إذا كان بعد الانتخابات يتم الطعن في نتائجها لدى المحكمة الإدارية ما ثم مشاكل هاك يقول أن العملية الانتخابية مضرة لأنه إحنا ما حاجتناش بأي صخب من المفروض أنه إحنا في بلاد ديموقراطية هذاك هو الانتقال الديموقراطي لا نحبه أنت تعبر على رأي مش تعبر على الرأي يا سيدتي لا هذه ترتب نتائج نجم ترتب نتائج خطيرة نهار غدوة الحي المحكمة الإدارية يجيها طعن تخرج لك قرار تقول لك أنا الانتخابات بالنسبة لي أنا كأنها لم تكن
سي خالد شو عملنا حاجه مهمه. شوف ما دامنا في مؤسسه انا لسه فيك انت خير قانوني ما دامنا في اطار مؤسساتي ما دامنا في اطار مؤسساتي انا لا اخاف من شيء. معناتها ما دامنا في اطار مؤسساتي بحت ديما تبقى الامور جيده. معناتها خرجت من اطار المؤسسات الامور تولي حاجه اخرى. هيك ما نحكيوش عليها. انا بالنسبه لي ما عندي خوف من حتى اي معناتها طعن من اي جهه وما عندي خوف من حتى شيء. نحكي كمراقب كانسان مواطن قاعد نتبع في الشان الانتخابي. بالنسبه لي ما دامنا في اطار مؤسساتي بحد لا خوف على اي معناتها شيء في هذه الانتخابات. رئيس الجمهوريه الحفاظ على وحده الدوله التونسيه واجب مقدس، الالتزام بواجب الحياد وتخدموا خدمكم، هذا كلام اللي قاله البارح للولايات رفيق دريدي. الحدث البارح زينا في قصر كارتاج كان استقبال رئيس الجمهوريه قيس سعيد للولايات الجدد ال24 اللي اداوا اليمين قدام رئيس الجمهوريه. مجموعه من الرسائل كان وجهها رئيس الجمهوريه في كلمته بعد اداء الولايات اليمين هو تاكيده على وحدة الدولة، وقال أنه ما كانش من قبيل الصدفة أنه تم التنصيص في الدستور أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها، كما أضاف أنه فما خطر كان محدق بالبلاد والنية كانت تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات. نسمع تصريح رئيس الدولة في كلمته البارح قدام الولايات الجدد. ما يجب التأكيد عليه وما يجب استحضاره في كل آن وحين هو الواجب المقدس في الحفاظ على وحدة الدولة التونسية، ولم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق أن تم التنصيص في الدستور في الفصل الرابع منه على أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. فالخطر كان محدقا لأن النية كانت تتجه نحو إنشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل، بل ولتفجيرها تحت عناوينه تسر أعين الناظرين للوهلة الأولى. نبدأ معك أنيس بوغطاس في علاقة واضحة الرسالة تقريبا، أما هل تفهم منها أنه هذه توصية نجم تقول توصية العادية مثل السلطة في ولاياتكم كما ينبغي، أو ربما هذا جاء من اللي قبل ناتج على العمل الميداني اللي كان منقوص من الولايات اللي قبل؟ هو واضح من خلال استقبال السادة الولايات رئيس الجمهورية كان واضح الحقيقة، خطابه واضح وصريح وما يحملش تأويل، كان حاسم في تكليف الولايات، ماهوش تشريف راه، هما كي عينهم ما شرفهمش بالعكس كلفهم، وهذه المهمة أعتبرها مصيرية وصعبة باعتبار أنه السادة الولايات الجدد مطالبين بناء على كل ما حصل سابقا من أخطاء في التسيير وأخطاء في التصرف من بعض الولايات السابقين، سواء معناتها في القريب اللي تنحاو سواء اللي قبلهم. هو خطاب لتلافي كل النقائص اللي حصلت قبل، ودعوة للسادة الولايات أنهم تكون عندهم الحيطة والحذر من أي خطر محدق بوحدة الوطن، من أي خطر محدق بمصلحة المواطن التونسي، ودعاهم لأكثر من هك أنهم يكونوا عندهم ببينهم محلولة وينقصوا من الحجاب هذا اللي سمعته في الخطاب جايينه. وبالتالي نعتقد وكونوا الخطاب للسادة الولايات هو خطاب تحفيزي بناء على بعض الأخطاء اللي وصلت للسيد رئيس الجمهورية واللي أعطاهم تعليمات واضحة بالالتفاف حول حرمة هذا الوطن ووحدته. خالد كرونة اليوم نفس السؤال نسأله لك، هل الكلام هذا جاء في إطار روتيني وقت اللي تم تقليد الولايات الجدد وتسليمهم مهامهم، أو ربما جاء على خاطر النتائج السابقة لم تكن في المستوى المطلوب؟ هو للسببين معا. لأنه خلينا نشوف الحكاية شنية. أنا ما نتصورش هذا قلتها قبل، ما نتصورش اللي كان ثم يعني موقف سلبي من كل الولايات الذين كانوا يبشرون مهامهم. أنا من لا أميل دائما للتعميم، لكن
الرأي استقر عند السلطة التنفيذية عند رئيس الجمهورية أنه يكون كما ثم تحوير وزاري عميق يكون ثم تغيير تشكيلة الولايات كاملة اللي هي لأول مرة تصير في تاريخ تونس تغيير كامل للولايات 24 ولاية نعم. أي لكن الحاجة الثانية ربما اللي معلقناش عليها في اللي وردت في الكلمة اللي تعدات توا هو دعوة الرئيس للولايات إلى الالتزام بالحياد واجب الحياد نعم حياد الإدارة مقولة أساسية وهي بالنسبة للمواطن صحيح. خلينا من الجانب الكرنفالي والبروتوكولي بطبيعة الحال الناس تعينوا ولا يزم يستقبل رئيس الجمهورية ويزم يصافحهم ويزم يأديوا اليمين دعنا من هذا الجانب الجانب العميق إذا كان احنا عندنا إرادة حقيقية باش نغيره يلزم المواطن يلمسها فاش يلمسها يلمسها في حياد الإدارة وهذا كانش ذكرها رئيس الجمهورية المعيار توا موش ما قيل في خاص القرطاج المعيار هو ما سيحصل في الميدان في الواقع في الولايات هل أنه كما كان يقول يعني الأبواب ستكون مفتوحة والعلاقة مع الناس سوف تكون أيسر وأنه فكرة الوالي اللي هو يكون السيرفيتور معناها خادم الشعب هي باش تهيمن أم أنه الإدارة باش تقعد مش محايدة حتى كانها تعلن شعار الحياد ردوا بالكم حياد الإدارة شعار قديم من أيام دولة بورقيبة لكن عمرها قبل ما كانت الإدارة محايدة سنرى الآن هل ستكون الإدارة محايدة فعلا أم لا وصرفي. نواصلوا زينة مع ثانية تسجيلات من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح قدام الولايات الجدد الرئيس كان دعا الولايات للعمل مع الحياد التام في خدمة الدولة التونسية لأنه هي دولة كل التونسيين قال كونه كل عون ولا مسؤول عمومي يلزم يتجنب ما يمس من كرامة الوظيفة والرسالة الأساسية اللي كان وجهها للولايات الانطلاق إلى مراكز العمل وعدم الأكثر من الأبواب والحجاب من الواجبات المحمولة على كل مسؤول الحياد التام لأنه في خدمة الدولة التونسية وحدها في خدمة تونس وحدها ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها تسيير المرافق العمومية هو مبدأ الحياد لأن الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات ومن الواجبات التي يتجه التذكير بها والتأكيد عليها واجب التحفظ فعلى المسؤول وعلى كل عون عمومي أن يتجنب أثناء ممارسته لوظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمس بكرامة الوظيفة التي يمارسها انطلقوا على بركة الله تعالى إلى مراكز عملكم ولا تكثروا من الأبواب والحجاب ولا تمارسوا وظائفكم في مكاتبكم فقط بل تفقدوا بالليل كما بالنهار أحوال المواطنين والمواطنات فقد يكون هناك من لا يستطيع الوصول إليكم فبادروا أنتم بالتنقل إليه هاي جاتك ما تكثروش من الحجاب نسبة غطاس أوكي مكثرين هم الولاد ما عندهم حاجة بحاجب ولا ما هو الإشكال أنا فاهم عليش فاهم عليش الكلام هذي راهو في بعض الحالات راهو الوالي يجي نقمة على الجهة راهو يجي يخدم كان مع بيد معينة يسكر بيروه على الناس راهو لا ما يثال تنمية لا يتبع برامج لا يحاول باش يذل الصعوبات معناتها راهو تجي ساعات معناتها بعض المسؤولين في ولاية نقمة اليوم تعليمات واضحة بابك محلول تمشي تخرج من مركز الولاية وتتفقد على خاطر ساعات راهو معناتها والي يدخل المعتمدية ما يدخلش لين يخرج من الولاية معتمدية من المعتمدية يمشي زوز ثلاثة معتمدية تشد بيروه هذا البيه الفايدة العمل اليوم راهو العمل هو يحكي على الحياة انت والي متاع كامل معناتها انت والي على الولاية كامل على المواطنين الكل مكش متاع على هذا ولا هذا ولا هذا وانت غادي باش تخدموا المواطن مش انت باش يخدمك المواطن انت باش تخدمه وباش تعطي معناتها قيمة مضافة للولاية قيمة مضافة أنك باش تعطي الفالور أجوتي كوالي شنية أعطيت وشنو أنجزت في الولاية هذيك وهذا البيع الفايدة شكرا خالد كرونا الولايات ما تكثروش من الحجاب واللي ما يصلوا لكمش أنتم ما تمشيوا ولا ما تقعدوش تستنيوا لا التوصية هذيك يعني ما يش منها رو باش المسؤول معتمد ولا معتمد أول ولا والي يكون الباب متاعه مفتوح أمام الناس وفق يعني أوقات معينة معلومة بطبيعة منظمة ككل الإدارات لكن ربما الفكرة الأهم نحب نعلق عليها هي حكاية لا يعني لا تثبتوا في مكاتبكم واخرجوا شنو معناها اخرجوا معناها التصور هو ضمنيا يعطي فكرة اطلاق المبادرة
هاولي حاجة نبيع على طول. اطلاق المبادرة، أنا هنا سؤالي وقت باش نطلقوا مبادرة المسؤول المعتمد ولا المعتمد الأول ولا الوالي، نطلق مبادرته معناها من أجل الاشتغال لإصلاح أوضاع الناس، شنية الآليات اللي عنده؟ ما زاد باش ما نرموش بهم في مهمة، حتى كان يكون هو السيد الوالي هذا أنبل الناس وعنده أحلام عظيمة ويحب متفاني يعني ديفوي في خدمته، لكن هو شنو المويان أبار، شنو الإمكانيات اللي هو يتوفر عليها وفق ما يسمح له القانون بطبيعة الحال، وفق ما عنده فعلا في ميزانيته ولا في الكادر متاعه ولا في تجهيزات ولا في كذا. ماذا بينا باش ما نزاد ما نستسهلوش انتقاد المسؤولين وقت اللي هما مربوطين، بل مربوطين بظروف معينة. الصواب هو أن نحسنوا لهم الإمكانيات اللي هم يشتغلوا فيها ونحاسبوهم بعد. ساعات سي خالد الإمكانيات تكون متوفرة، فقط كلمة بركة زينة، الإمكانيات تكون الكل متوفرة أيه. لكن تستحق فقط كلمة من المسؤول الجهوي، وهذه أمثلة صارت كونه فما إشكاليات في بعض الجهات تصلحت فقط بكلمة اتصال للإدارة أيه. المركزية أو غيره بالضبط بكلمة ليه بكلمة رجعنا لحكاية الطاقة المبادرة يلزم فلا تتحل بعض يلزمش يخدي سنة تليفون من وزير ولا من رئيس الدولة بالضبط صح يغلطوه الوالي كما يغلطوا أي مسؤول هذا كما يغلطوا أي وزير علاش يلزم الوالي يكون والتيران ويمشي ويكتشف وما يجيش يقعد يبعث شكون وشكون يمشي هو ويكون هو الرجل الأول في الولاية هو معناتها القيادي الأول الغادي اللي يمشي يكون عنده معناتها مرآة عكسة للواقع اللي قاعد يصير والمشاكل اللي موجودة ويكون قاطرة للتنمية وقاطرة لتذليل كل الصعوبات اللي تنجم تصير في ولايته معاه كونه يكون الوالي ابن الجهة اللي معاين عليها والله لا ماهوش مهم خاطر كي يكون الوالي عنده صفة القيادي تحطه في أي جهة قادر باش ينجم يخدم ويعطي الإضافة ما تثيرش حساسيات يعني بالنسبة لك الحقيقة قريت الكلمة اللي قالها توانيس قال عنده صفات هنا المشكلة وين مش مشكلة سيفي كما نشوف الناس يحكيوا مشكلة هو عنده الملكة تاع القيادة ولا عنده روح الروح المبادرة ولا حتى التجربة ساعات والسيفي والتكوين لا لا ما نخذك برشا ما نخذك احنا مثلا نرينا السيفيات هما كلهم وليت قريت سيفيات مع عدد من الولاد وهي سيفيات محترمة جدا لكن أنا حاب نقول اللي مش هذاك أغلبهم تجربة إدارة تونسية الملكة ليس كل الناس ولدوا كي ينهضوا بوظائف قيادية صحيح. ويمشوا لي جروب ويمشوا يزمع مش ناس كل تنجم تستقبل في النهار 300 تليفون السكر بسيط. السكر صحيح. السكر السكر هذا كيف انتظار المولد في انتظار السكر تود سويت عينك على الإدارة عينك على الإدارة مباشرة ينضمنا من ديوان التجارة ذيادي الكريفي السكر وينو يا ضياء وينو موجود التوزيع وهذا الكل موجود في الأسواق اللي جاوبنا عليه توت سويت مرحبا مرحبا زينة تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية وضيوفك أيضا سعيد جدا أني موجود بجنب مدير عام مساعد بديوان التجارة سيساني بوزيز اليوم مش نتحدث على السكر قبل ما نوصل لديوان التجارة تعمل دورة في بعض العطارة والمحلات سلت على السكر الحق وقيت السكر بقوات موجود عديد القهوة وقيت السكر ساشيت موجود لكن بعض العطارة يقولوا أن السكر الصبة بتاع العائلة معناه مش موجود ثمن مفقود عنده تقريبا اللي يقولوا شهرين هل السكر متوفر في الأسواق ولا دونك اصبح انه سي ثاني كيف الحال مرحبا بك مرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية كيف شكرا السكر موجود عندنا المخزون الحالي تقريبا يكفي حتى لاخر السنه عندنا تقريبا اي عندنا تقريبا كميه تقريبا عندنا في الدبوات توا تقريبا 35 طن وعندنا كميات هذه مش توصل للتباع الاسبوع هذا الاسبوع الجاي تقريبا في حدود 20,000 طن يعني عندنا كميات الكافيه حتى لاخر السنه معدل استهلاكنا قدام استهلاك تقريبا في حدود 1000 طن في اليوم 1000 طن في اليوم وقاعدين نوزع في كل الكميات هذه في حدود 1000 طن في اليوم موجود وين سي سامي اللي يحب على السكر يسمع فيك تو فين يمشي يمشي احنا نبيعوا للجروسيسي ونبيعوا للساحات الكبرى الجروسيسي انا تجار الجمله هما اللي يزودوا اللي يزودوا بالمادة السكرية ويزودوا العطارة ويزودوا معناها نقاط البيع اللي موجودة في كامل البلاد واحنا موجودين في كل الولايات تقريبا في كل ولايات عندنا مخازن وقاعدين نوزع السكر في تعتيد من نظام الإشكال نتاع العطارة يقول لكم عندي شهرين ما شفتوش السكر العائلي ما نتعليش هما قاعدين يزودوا بصفة منتظمة وعندنا حتى معناها الستاتستيك هذوما وال الشراءات نتاعهم اليوميه اللي قاعدين
يزودوا بها بالتجار الجملة. في المناسبة نحن على أبواب مولدنا أبو مشاريات، نحن أعطينا توا حتى صوت الإشراف منا وصلتنا، طلعنا حتى في الكميات اللي قاعدين نوزعوا فيها، معناها هنا دوبلي تقريبا ولا الكميات أنا عن دوبل. مثلا يوم أمس بعنا 2000 طن، واليوم وغدوة معنا المناسبة دي بتاع المولد الشريف قاعدين ندخل في كميات إضافية باش توصل للمستهلك ويتزود الكمية الكافية والكمية اللي حاجته بها أريحية. شكرا دي الكريفي، وشكرا للسي سامي ضيفك، وعلى أمل نلقاو السكر. ما مازلنا كل شوية نعود نتفقد وين هو السكر. في انتظار يجي السكر تتفيت نشرة الأخبار، جايين بعدها نستقبل ضيفي عبد الرزاق الخلولي. هذه استوديو الوطنية، ميرسي أنيس بوغاتاز، ميرسي خالد كرونا، ميرسي رفيق دريدي. راجعين بعد الأخبار. الدكتور حكيم.